السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذتي الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذا في هذه الحصة سنشتغل مع طلاب مسلك العلوم الشرعية، وسنعمل في هذه الحصة على تصحيح الامتحان الجهوي لجهة الرباط القنيطرة لسنة 2014. وفي البداية تجدر الإشارة أن بإمكانكم تحميل هذا النموذج والاشتغال عليه، وبالتالي تبقى مسألة الاشتغال على الامتحانات الجهوية تبقى أفضل وسيلة لضبط وتمرن على الاشتغال على هذه الامتحانات، يمكنكم جميعا من الحصول على نقاط جيدة. لاحظوا في البداية أن بنية أو بناء الامتحان الجهوي فهو يسير بالطريقة نفسها، لذلك قلت وجب التمرن في عديد المرات. إذن لن ربحا للوقت، سنمضي للأسئلة مباشرة. لاحظوا أن السؤال الأول يأتي بالصيغة الآتية: اقترح عنوانا مناسبا للنص. اقترح عنوانا مناسبا للنص، واحد نقطة. إذن عندما تقرؤون النص ببساطة سيتضح أنه يتحدث عن الرحلة وفوائدها، فتقول إذن الرحلة وفوائدها بخلاصة. يعني لاحظوا أن العنوان يتكون من كلمتين أو كلمتين، هكذا تنتهي الأمور. مثلا النص: لقد عرف العرب السفر ومارسوا الترحال في شبه الجزيرة العربية والبلدان المتاخمة وقاموا برحلة الشتاء والصيف. على كل، لاحظوا أن النص الذي يقترح فهو مرتبط بالنصوص المرتبطة بالمجزوء، سواء على مستوى الشعر الجاهلي أو الإسلامي أو الأموي أو العباسي أو المغربي أو الأندلسي أو الفنون النثرية كالرحلة أو الخطابة أو غير ذلك. إذن بالتالي فالأمر واضح. السؤال الثاني: أذكر أهداف وفوائد الرحلة كما وردت في النص. هنا لاحظوا إذن هنا أهداف وفوائد الرحلة، لكن لاحظوا هنا كما وردت في النص، واحد نقطة كذلك. واضح الصورة؟ بالتالي أنك عندما تعود للنص ستجد العبارة واضحة. من أهم فوائدها السعي في طلب العلم والاستفادة من العلماء، تجدون هذه العبارة في النص، إضافة إلى الفائدة الثانية وهي اكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ. أي أن السؤال الثاني دائما، لاحظوا، ستعودون إلى النص وستجدون الجواب عنه بكل بساطة، يعني وليست هناك أي صعوبة في هذا الإطار. السؤال الثالث يكون مرتبط بالشكل. الثالث: أن تنقل وتشكل. وهنا وجبت الإشارة أن يكون النقل واضحا في ورقة التحرير والشكل كذلك، خاصة أواخر الكلمات. ماذا طلب منا هنا؟ أنقل وأشكل بالشكل التام من بداية الفقرة الأخيرة إلى فقهاءهم فقط، يعني سنعود إلى الفقرة الأخيرة وسنوضح بعض الكلمات فقط التي قد تحتاج منا إلى شرح. وإلى جانب السعي، إذن دائما نضبط الشكل التام في أواخر الكلمات طبعا، وحتى قبل الأخير كلمة. السعي في طلب العلم والاستفادة من العلماء، يعني هنا لا تضع السكون للعلماء. كان الحج من أهم العوامل التي دفعت بالمسلمين من كل فج عميق وعلى كل ضامر إلى الرحلة والانتقال. فالحج كان ولا يزال رحلة يتشوق إلى أدائها كافة الناس، وليس علماؤهم أو فقهاؤهم فقط. إذن ضبط هذه الفقرة بالشكل التام يتيح لك نقطة ثلاثة. إذن لاحظ أن كل خطأ ترتكبه يكون ناقص 0.5 نقطة. بالتالي بارتكابك لستة أخطاء على مستوى الشكل تكون قد ضيعت على نفسك فرصة ثمينة، وهي نيل 3 نقاط في هذا الإطار. إذا نركز جيدا دائما في السؤال الثالث يكون مرتبط بهذا المعنى. طبعا نحن نشتغل في الشق الأول على مستوى طبعا النحو والنقط المخصصة له. رابعا الإعراب. رابعا يكون السؤال دائما غالبا مرتبط بالإعراب. ماذا طلب مني هنا؟ وهنا طبعا في الإعراب
فالسؤال المطلوب سيكون مرتبط بالدروس التي تلقيتم في الفصل الدراسي، الحديث عن الفاعل أو نائب الفاعل أو المفعول به أو غير ذلك، بالتالي لن تعطى لك كلمة أو جملة تعربها وهي خارج الدرس أو ما إلى ذلك. جميل، أعرب ما تحته خط في النص إعرابا تاما. عندما تعودون إلى النص تجدون كلمتين وضع تحتهما خط، إبحارا وذروتها. إذا لاحظوا، إذا وأبحرت سفنهم في مياه المحيط الهندي إبحارا. كيف نعرب إبحارا هنا؟ إبحارا كيف سنعربها؟ بكل بساطة، نعم جيد، نعرب مفعول مطلق. كيف هو؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واضح؟ إذن هكذا أكون قد أعربت كلمة إبحارا. إذن بالتالي حتى هنا لا بد من أن أشتغل على ما طلب مني فقط، ألا أضيف شيئا آخر. الكلمة الثانية وهي ذروتها. إذن أعطوني كلمتين، إذن أعربت أبحرت إبحارا، وهنا بلغت ذروتها، وبهذا بلغت ذروتها. كيف سنعرب ذروتها هنا؟ كيف جاءت هنا؟ قد جاءت مفعول به منصوب، واضح؟ مفعول به منصوب، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. إذن لاحظوا، رغم ما قد يبدو للبعض أن مسألة دروس النحو معقدة وما إلى ذلك، إلا أن إمكانية الجواب تكون بسيطة بما؟ بمراجعتك للدروس المرتبطة بهذا الإطار. السؤال، نمضي للسؤال الخامس، وفيه يطلب مني أن أستخرج من النص، سنستخرج كما هو مطلوب مفعولا به ورد اسما ظاهرا وحسنا، إذن خامسا سأستخرج مفعول به ورد اسما ظاهرا وأستخرج فاعلا ورد ضميرا متصلا جيد. إذن عندما تعود للنص بكل بساطة ستجد أن المفعول به ظاهر موجود بكثرة، السفرة مثلا، الترحالة. إذن فهنا جاء مفعول به، لقد عرف العرب السفرة، لقد عرف فعل، العرب فاعل، السفرة مفعول به، وقيس على ذلك. أما الضمير اللي عندما الذي جاء فاعلا فمثلا في مارسوا، مثلا مارسوا، إذن هنا واو الفاعل هنا، أو أقاموا، إذن ستجد ضميرا متصلا في نهاية الفعل. بهذا تنال نقطة واحدة على هذا المستوى، واحد نقطة. إذن دائما فكروا في سلم التنقيط بغاية النيل أكبر قدر ممكن من النقط. السؤال السادس يطلب منا أجرد من النص مصدرا ثلاثيا ومصدرا رباعيا وحدد وزنيهما والفعلين اللذين اشتق منهما. إذا لاحظوا أنه سؤال مركب، وجب أن أتناول جميع عناصره. طبعا هنا يمكنكم وضع جدول، هنا ربح للوقت لن أضع جدول، على كل حال فهو أمر بسيط. إذا عندي مصدر رباعي ومصدر ثلاثي، جيد. إذن بالنسبة للمصدر الثلاثي ستجد أنه موجود في النص، مثلا عندنا علم، مثلا اشتقت، إذن وزنها فعل، والفعل الذي اشتقت منه هو علم، هكذا. أما المصدر الرباعي إذا عدتم إلى النص ستجدون تأمين، على وزن تفعيل،
والفعل الذي اشتقت منه هو أمن. إذن هكذا نكون ستجدون تأمين على كل، ستعودون إلى النص، وهذه الأمور تكون واضحة جدا فقط من خلال مراجعة هذه الدروس. نقطة، السؤال السادس هنا، السؤال السادس نقطة. إذا لاحظوا يعني نقطة على مستوى المصدر الرباعي ونقطة على مستوى المصدر الثلاثي. جميل. إذن هكذا نكون أنهينا الشق الأول المرتبط بالنحو. نمضي للمحور الثاني المرتبط بالبلاغة، وهنا أذكر بضرورة الإلمام بدروس البلاغة، الحديث عن التشبيه والاستعارة الأصلية والتبعية، التشبيه الضمني، التشبيه التمثيلي وغيرها. البلاغة تطلعها 6 نقاط. السؤال الأول، حدد نوع التشبيه فيما يأتي معللا جوابك. يقول الشاعر: عيرتموني بالنحول، عيرتموني بالنحول، وإنما شرف المهندي، شرف المهندي أن ترق شفاره، أن ترق شفاره. لاحظوا إذن عيرتموني يعني فيه نوع من السب والشتم، بالنحول أي صار يعني ضعيف البنية، وبهذا المعنى. وإنما شرف المهندي أي السيف أن ترق شفاره، شرف السيف وجماله أن يكون حادا رقيقا. إذن بالتالي لاحظوا إذن هنا، إذن ما طبيعة هذا التشبيه؟ إذن فهو تشبيه ضمني، إذن تشبيه ضمني. لاحظوا أنني لن أذكر تشبيه ضمني وأقف، بل طلب مني معللا جوابك. إذن هنا حيث شبه نفسه بالسيف أو المهند بطريقة غير مباشرة، هذا ومعنى تشبيه الضمني، بطريقة غير مباشرة. حيث جاء الشطر الثاني، إذ جاء الشطر الثاني بمثابة حجة، لأن حقيقة شرف السيف أن يكون رقيقا وحادا، وإلا ليس سيفا يعني سيفي بي الغرض. فكأنما شرف السيف في حدته ورقته، فكذلك الشأن بالنسبة لي للشاعر. فكذلك النحول صفة حسنة وجيدة بالنسبة لي الشاعر. واضح الصورة هنا؟ إذن لاحظوا الأمثلة عديدة جدا في هذا الإطار. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إذن لاحظوا أن التشبيه في التشبيه الضمني لا يأتي بالصورة العادية المألوفة التي يكون عليها التشبيه بذكر الأداة والمشبه به على الصيغة المباشرة والمشبه وما إلى ذلك، بل يأتي بصورة ضمنية، والقارئ هو الذي يتوصل إلى دلالة هذا المعنى. إذن هكذا أكون أنال نقطتان في هذا المسألة، أنال نقطتين إذن بشرحي لهذا المثال. إذن نمضي للسؤال باء، وهو مرتبط بالدرس الآخر المرتبط بالاستعارة. طلب مني أجري الاستعارة التالية في قول الشاعر. حسناً، ضحك المجد لنا لما رآنا بدم الأبطال مصبوغا لوانا. إذا لاحظوا
لولاء رايتنا. هنا دائما يضعون سطرا تحت المراد تحليله، يعني انك لا تشتغل هكذا، بل يقدمون لك مساعده قيمه ومفيده في هذا الاطار، وهي بوضع سطر هنا. ثم عندما يقول لك اجري، لاحظ جيدا، عندما يقول لك اجري الاستعاره التاليه، ما معنى ذلك؟ ان تحدد الطرفين، اي ان تحدد المشبه والمشبه به، واضح؟ أن تحدد كذلك العلاقة، طبعاً هي علاقة مشابهة، أن توضح هذه العلاقة، وكذلك أن تحدد القرينة، وأن تحدد المشتغل، يعني اللفظ المستعار، حتى تحدد أهي استعارة أصلية أم تبعية. إذن بهذا المعنى، حتى يكون الجواب كاملاً بمعنى في كلمة أجري، لا بد أن تشير إلى كل هذه العناصر. إذن ضحك المجد، إذن لاحظوا أن الشاعر هنا أسند صفة الضحك للمجد، والمجد لا يضحك في الحقيقة. إذن المجد هنا بما شبه؟ شبه بالإنسان. وأين هو الإنسان هنا؟ حذف، لذا المشبه به حذف إذن، وذكر أحد لوازمه وهي ضحكة، لأن فعل ضحك خاص بالإنسان وليس بالمجد. إذن سنشرح المثال كالصيغة التالية. ولاحظوا دائما في هنا ليس بالضرورة أن نتفق على صيغة واحدة وموحدة، بل قد نختلف، لكن الجواب يكون نفسه. إذن هذه أولا نشير أنها استعارة مكنية، إذن هذه استعارة مكنية، يعني أنني أبين نوعها، يعني استعارة مكنية لأن حذف المشبه به وذكر أحد لوازمه. حيث شبه المجد بالإنسان، بالإنسان، وحذف المشبه به الإنسان بين قوسين، حذف المشبه به الإنسان، ورمز له بشيء من لوازمه بين قوسين ضحك، لأن فعل ضحك خاص بالإنسان. والقرينة المانعة، طبعا القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، قد تكون لفظية وقد تكون حالية، هنا لفظية. القرينة هنا هي إثبات الضحك، هي إثبات الضحك للمجد، إثبات الضحك للمجد. وقد جرت في اسم جامد، في اسم جامد، ومن ثمة فهي استعارة، ومن ثمة فهي استعارة، فهي استعارة إذن أصلية، لأن الاستعارة هنا جرت في كلمة المجد. إذن والمجد كلمة، إذن ليس مشتق، لو كان مشتقا لقلنا أنها تبعية، ولكن ما دام اللفظ هنا جامد فهي استعارة أصلية. إذن هكذا أنال نقطتين كذلك في هذا الباب، واضح الفكرة؟ إذن دائما وجب أن نوضح قليلا، أن نشرح قليلا، ولا نكتفي بذكر نوعي الاستعارة فقط. السؤال الثالث مرتبط بدرس القصر، وأنتم تعلمون أن القصر في اللغة بمعنى الحبس، أي قصر صفة على موصوف أو العكس طبعا. إذن جميل، السؤال الأخير، حدد طرفي القصر. إذن سنحدد طرفي القصر. ما هما طرفاه؟ إذن أي المقصور والمقصور عليه، وبين طريقته، واضح؟ طرق أربعة كما تعلمون، ونوعه. إذن لابد دائما أن نركز في هذا الباب على جوابي على كل سؤال. فيما في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، واضح؟ إذا لاحظوا أن طرفي القصر نتحدث عن المقصور والمقصور عليه. إذا فهنا المقصور
المقصور عليه الطريقة يعني النوع. يمكنكم وضع جدول ويمكنكم الكتابة بهذا الشكل فلا بأس في الأمر. إذن فالمقصور هو أرسلناك، خاصة كاف الخطاب هنا واضح، لأن المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن واضح الفكرة، كاف الخطاب أرسلناك يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. المقصور عليه إذن هنا بشيرا ونذيرا، المقصور عليه بشيرا ونذيرا. ما هي الطريقة المعتمدة هنا؟ الطريقة المعتمدة هنا النفي، النفي والاستثناء. واضح؟ إذن النفي والاستثناء. النوع قصره موصوف على صفة. واضح؟ إذن القصد دائما نسير بهذا الاتجاه، ما عدا في طريقة التي يكون فيها تقديم ما حقه تخير أو تأخير ما حقه التقديم. إذن فنسير بهذا الاتجاه. إذن هنا الموصوف أو يعني المقصور عليه، وهذه هي الصفة، يعني قصر موصوف على، قصر موصوف على صفة، يعني كقول أن النبي ما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا لكافة الناس. إذن نمضي بسرعة شباب للشق الأخير المرتبط بالعروض. السؤال الأول دائما يأتي بهذه الصيغة، عرف المصطلحات الآتية: الخبن، القطع، القطف، الصلم. يعني سؤال مرتبط بالعروض ومفاهيمه، سواء على مستوى الزحافات أو العلل أو أقسام البيت وما ذلك. سنعرف هذه طبعا بسرعة. ما هو الخبن؟ هو حذف الثاني الساكن. مثلا مستفعل تصبح متفعل. إذن مستفعل تصبح متفعل، أي أننا نحذف الثاني الساكن، هذا هو الخبن. القطع، ما هو القطع؟ القطع هو حذف ساكن الوتد المجموع من آخر تفعيل وتسكين ما قبله. مثلا فاعل، مثلا فاعل تصبح فاعل، فاعل تصبح فاعل. إذا لاحظوا أن هنا وتد مجموع، وتد مجموع قد حذف هذا الأخير وهذه الحركة قد صارت ساكنة، إذن هذا هو القطع. القطف هو حذف السبب الخفيف من آخر تفعيلة مع تسكين الخامس المتحرك، أي اجتماع الحذف مع العصب. مفاعلة تصبح مفاعل التي عندنا في الوافر. أو الصلم، إذن الصلم في الأخير هو حذف الوتد المفروق من آخر تفعيلة. إذن الصلم هو حذف الوتد المفروق من آخر تفعيلة. مفعولات، مفعولات. جميل أن تعطوا هذه الأمثلة، يستحسن حتى وإن لم تعطوا هذه الأمثلة فجاوبكم صحيح، لكن يستحسن ذلك لتوضيح الأمر أكثر. مفعولات تصبح مفعو، أي أن هذا الوتد المفروق يحذف من آخر التفعيلة. السؤال الأخير دائما يطلب منك أن تكتب البيت كتابة عروضية. إذن هنا نقطة لهذه التعاريف. السؤال الأخير: أكتب البيت الآتي كتابة عروضية مبينا ما طرأ على العروض والضرب. قال الشاعر: ليت ما فات، ليت ما فات، ليت ما فات من شبابي يعود، من شبابي يعود، كيف والشيب، كيف والشيب، كيف والشيب كل يوم يزيد، كل يوم يزيد. لا تنسوا الشكل، دائما عنصر أساسي في الكتابة العروضية. إذن نسرع قليلا: ليت ما فات من شبابي يعود. إذن هنا وجب الإشباع. إذن كيف والشيء، كيف والشيب، كيف والشيب. إذن هنا نفكك الإدغام في الشين، كل نفكك كذلك الإدغام هنا، يوم يزيد. واضح الصورة؟ إذن ستعطينا هذه الرموز. أما على مستوى التفاعيل فستعطينا فاعلات، فاعلات، متفعل، فاعلات، فاعلات، متفعل، فاعلات. ما 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 هو البحر الذي يتم إليه هذا البيت؟ هو بحر الخفيف.
إذن لاحظوا أنه إذن بحر الخفيف التام. ما معنى التام؟ ذكر جميع التفاعيل. إذن كيف جاءت العروض هنا؟ كيف جاءت العروض وكيف جاء الضرب؟ العروض جاءت عروض صحيحة، والضرب كذلك ضرب صحيح كذلك. إذن هكذا نكون قد أنهينا هذا التصحيح. إذن أملي أن تكون هذه الحصة مفيدة، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.